وليش لهلا نايم بقى؟ امبارح حشرنا كثير. طبعا لكن مكتوب على ورق الخيار يلي بيسهر بالليل بده ينام بالنهار، سهران لي كل الليل مع اولاد ادو. مين اولاد ادو؟ طولي بالك، هو مهدي الرفيق الوحيد اللي تركتي لي اياه. يلا لا يهدي لك يا هالمهدي. شو شايفك سبعتيني يعني؟ عندك مانع؟ لا لا ما عندي مانع. ايوه ليش عندي مانع؟ ايه ايه ايدك وين؟ وين هاجم على الاكل؟ بدنا نفطر، بدنا نفطر. والله شو؟ بدك تفطر؟ ليش انت ورجيني لشو؟ غسلت وشك؟ هذا وشك غسلته، ايديك هدول ايديك غسلتهم شيء؟ لا روح غسل يلا نقلع من وشي. لك روح من وشي. شو بقى قاعد مبوزم لحاله؟ ما في شيء، ما في شيء. شو عم تعلمني على حالك؟ ليكون اول مره بعرفك. لا في شيء. شو بدي لك، شو بدي لك يا مهدي؟ مرتي مجننتني والله، رح تجنني. متخانق معها؟ مو شغله جديده، كل يوم تتخانق انت وياها، وين الجديد؟ لك مهدي هالمره رح تموتني، رح تجنني. لك اوقات اوقات بحس حالي اني لازم امسكها هيك من راسها وغمسها بهالبركه، غمسها 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 لحتى تموت وارتاح منها. لا 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 لا، شو بدك بهالشغله؟ تروح فيها تقول لك اوعى. حاكي يا بالحسنة فهمها. لك ما بتفهم، ما بتفهم هاي. لك عاد إذا بحسها بحسها عايشة لحتى تموتني، عايشة لتشعترني. لك أنا حاول ضربها. نعم ضربها. لا لا أنت ما بتعرف هالعدلة، كل هالقد بتخوف. والله اذا مديت ايدي عليها لحتى تكسر لي ايدي، هي اذا ما اكلت لي ثلاث اربع اصابع من كل ايد ساعتها مهدي شلون بدي امسك كاسة الشاي؟ ولي معناتها شغلتك عويصة حبيبنا، شغلتك مو عندي، مو عندي بنو. عم اقول لك راح تموتني. الحمد لله اللي عافانا من ما ابتلى كثيرا من خلقه وفضلنا عليه، الحمد لله اللي ما عندي هيك مرض. يا ريت نومة اهل الكهف ان شاء الله، نومة بلا فايقة. عزت عزت يا مهد. شوفي سلامتك والله، ليش ما تفوز هون بارض الديار؟ ليش؟ لك يا عزة يعني تعبت واخذتني غفوه، شو صار يعني؟ ايه قوم قوم احسن مالك نايم، قوم ساعدني بشغل البيت. يلا قوم. عدلة انا رجال البيت، شغلي برا مو شغل النسوان جوا البيت. شو؟ ما سمعتك. شو قلت؟ انا رجال البيت يعني بشتغل برا مو جوا البيت. ليش انت حاسب حالك عرجال يا بعدي؟ ليك يا عدلة يعني انت زودتي يا صراحه زودتي. والله وطالع لك تحكي والله. ايه ما بكفي انك شحاد واندبوري، ما بكفي لا لنا شايفين اللقمه ولا اللبسه المنيحه، لك ما بكفي انك اخذتني من بيت اهلي وجبتني لهون وعيشتني معك هون بالشحاده. هلا هذا كله انا عامله معك، انا عامله معك يا عدلة. شو عم تحكي انت؟ شوفها احسن لك تطلع من خلقتي لانه وصلاني معي لهون. ها قال يا داخل بين البصله وقشرتها ما بينوبك غير صندتها. شيخنا الله يخلي لي اياك، اعتبرني انا البصله وهي القشره. انا عم وكلك، عم وكلك. لا عمي لا توكلني ولا بدي وكلك، انت من تمك عم تقلي لسانه طويل، تقعد تحكي لها شي كلمه ما يصغرني وانا عقلي ما بيتحمل. طالعين من هالدق الله يرضى عليك. طيب وماذا تريدني ان افعل الان؟ ما بعرف، ساوي اللي بدك. صلي صلي. السلام عليكم. يا سيدي ابو حمدي ماشي بالحاره هو وحرمته، بالظاهر بده يوصلها على بيت اهله. طلعوا له اثنين زعران وصار يتحركشوا له بمرته، صرخ بمرته وهداك الصوت وقال لها سبقيني على بيت اهلك. حملت ضربه ريقه وراحت، سحب لك الشبريه ونزل فيهم الاثنين الزعران. منين بيجعكم؟ خلى دمهم حميمهم.
فلتوا من بين ايديه وراحوا على الكراكون، اشتكوا عليه. قام اجى الكراكون سحبه من نص بيته ودكه بالسجن. بس ابو حمدي بيروق وقت بيروح على السجن، لانه بالنسبه له السجن سيران وبيخلص من دق النسوان. يخلص من نق نسوان؟ لك مهدي، لقيت الطريقة لأخلص من نق عدنا، لقيتها. فوت على السجن. شو تفضلت سيدي؟ فوت على السجن، لأنه ما في محل روح إذا تركت مرتي، ما في محل روح. لا وين بدي روح؟ لك تفوت على السجن، لك تفوت على جهنم الحمراء، المهم أخلص من نقها. لك يا عم تشاكرني، عشان تشاكرني. شلون بدنا نحبسك وأنت سمعتك مثل المسك بالحارة؟ منروح انا وياك، مو انت صديقي ومثل اخي، منوقف قدام الكراكون، مو انت صاحبي وبتحبني ومنتخانق انا وياك. بتسبني وبسبك وبقوم بسحب الشبريت. تسحب ما تسحب، سبك وبسبني. ما حبيت الفكره، ما حبيت ابنا مهدي. لك عم بمزح، ما نتخانق عن جد، عم بمزح. لك مهدي شو ما بقدر. لك ما هيك اتفقنا؟ لك اضربني. لك كيف يا عمر؟ ما بقدر. لك بيأدبني ضميري. لك ما بقدر. لك اضرب. عم يضربني، عم يضربني. الله لا يوقفك يا مهدي. لك الله لا يوقفك يا مهدي. لك صار بصير. هذا الخنزر ما يضربني. ايش ضربته؟ ايه انا ضربته. لك ليش عم تضرب الخنزر؟ هو سبني. سبني. ما سبيته. لك مين اللي سب التاني؟ انا سبيته. وانت خلطت الخنزر؟ اضطريت. خلاني هلا بالكراكون بنعرف ليش اضطريت. مش حطول اشوف. كثر خيرك بيكي. افطر مثل الطلب. مثل ما سمعتي يا اختي، تخانقت انا وعزات، قام اجى الدرك وشحطه. روح اخي، روح تنازل عن حقك. ما بقدر. ليش؟ ما بدي اتنازل عن حقي. يا اخي عزت بحبك وعنده اياك بالدنيا، وبحياته ما جاب سيرتك بالعاطل. هذا اللي صار، انا جاي خبرك مشان ما تقلقي. طيب بعطيك مصاري. اعوذ بالله، حدا بياخذ من اخته عدله مصاري؟ لك شو بدك؟ والله حيرتني. ما بدي شيء، انا جاي بس خبرك. عم بيقلبي. أول مرة حدا بيعيط علي. لي على قامتي على هالمصيبة، لي على قامتي من أجل هالمصيبة. على مين بدي نكد هلا أنا؟ إيه والله بطق. صعبة يا شيخي، صعبة كثير. ومن شاني؟ يا شيخ، يعني شانك على راسي وعلى عيني، بس ما بقدر، بيشتكوا علي؟ لا لا لا، لا تخاف، ما حدا رح يشتكي عليك. لك شلون ما حدا رح يشتكي يا شيخي؟ ومهدي؟ اخي مهدي عندي، انا بضمنه. لا اله الا الله. والله ما بعرف شو بدي لك يا شيخي. يا حضرة اليوزباشي، مرته مرة وحدانية، يعني هي من برات الشام مقطوعة، ما في حدا يفوت عليها برغيف خبز، وهو كمان مقطوع، يعني ماله مقطوع من شجرة، يعني قدري ولا يضغطها، فالله يرضى عليك، حرام، خليهم لبعضهم. جيبوا لي عزت لهون. ماشي يا شيخ، انا رح حل الموضوع بمعرفتي. شوف يا عزت، شيخنا وكبيرنا جاي يتواصل لك من شان طلعك من الحبس. ليش؟ شو عملت انا سيدنا؟ شو انا لازم الحبس؟ انا اعتديت على زلمه، لازم الحبس. لا ما هي والله سمعة، حدا بيحب يضل محبوس؟ لك يا شيخنا الله يرضى عليك، أنا اعتديت على مهدي، سحبت عليه شبرية، شو أنا جلسي ولو؟ ما شاء الله، يا سبحان الله، شايف؟ لك شايف ما أطيب قلبه؟ شايف قد شو إنسان؟ دخيلك شيخنا. خلص، أنا حسمت الأمر. اسمعي يا عزت، أنت رح تنحبس شهر. كتر خيركم، كتر خيركم. كتر خيركم كرمال شيخنا وكبيرنا، بدل ما احبسك عندي هون، راح احبسك بالبيت، وراح احط الحراس بالبيت.
مشان ما يكون لك لا طلعه ولا فوتي. الله يديم عزك يا سيدنا. فطول بالك شيخنا، طول بالك، طول بالك يا سعد، طول بالك. الله يحبس ببيتكم يعني مع مرتك. انا هون مرتاح، مرتاح هون، خلوني هون الله يرضى عليكم. لك شو ضل هون؟ لك عامل لك مع مرتك تتسلى انت وياها. طول بالك. طيب اسمع اسمع، لك يعني بدي اسالك سؤال، شو هو شو هي المشكله الكبيره اذا الواحد سواها بينحبس فتره طويله؟ ايوه مشكلة كبيرة وفترة طويلة. ما لك غير تعتدي على الحكومة.